بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده اللي قلنا عليه. أول حاجة هنتكلم عنها في الإلكترولايت ديستربنسز الصوديوم. تمام، الصوديوم هنتكلم عن الميتابوليزم بتاعه في الأول، إن الصوديوم ده إز دوميننت كاتيون أوف ذا إكسترا سيلولار فلويد، هو أكتر أيون موجب موجود في الإكسترا سيلولار فلويد، إنما المين دوميننت كاتيون اللي موجود انترا سيلولارلي مين هو؟ البوتاسيوم. ده اكتر واحد دوميننت في الاكسترا سيلولار، ده الصوديوم. تمام، طيب الصوديوم دلوقتي اهميته از ذا برنسبال ديترمينانت اوف الاكسترا سيلولار اوزمولاليتي. تمام، هو المحدد الاساسي للاكسترا سيلولار ايه؟ اوزمولاليتي، خصوصا البلازما اوزمولاليتي. تمام، طيب الصوديوم از ذيرفور نيسيسري فور مينتنانس اوف، هو مهم جدا في الحفاظ على الانترا فاسكولار فوليوم. ليه؟ علشان هو طول ما هو موجود في مكان بكونسنتريشن عالي بيسحب معاه الميه وبيحافظ على الفوليوم بتاع الايه الكومبارتمنت ده، خصوصا الانترافاسكولار ايه فوليوم. طيب شويه معلومات كده عنه بسرعه، ان اقل من 3% من الصوديوم موجود انترا سيلولار. وليه الصوديوم انترا سيلولار قليل عن الاكسترا سيلولار؟ لان في حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. تمام، ده اللي بيدخل بوتاسيوم ان اكسشينج فور صوديوم للخارج. تمام، infants receive sodium منين؟ من البريست ميلك، في حوالي 7 مللي ايكوفالنت بير لتر من الفورمولا، الميلك فورمولا فيها 7 ل 13 مللي ايكوفالنت بير لتر الصوديوم. طبعا بيحصل له ريدلي ابزوربشن منين؟ حته من throughout the GIT كلها. تمام، طيب presence of glucose بينهانس وبيحسن الصوديوم ابزوربشن. ليه؟ لان في عمليه اسمها الكو ترانسبورت سيستم. كو ترانسبورت سيستم، ترانسبورتر موجود في الانتستين مثلا، عشان يحصل ابزوربشن للجلوكوز لازم في مكان تاني على الترانسبورتر يركب عليه الصوديوم، فهو بينقل الاثنين في نفس الاتجاه، كو ترانسبورت. تمام، طيب عشان كده فكره الاو ار اس ان هو اضاف عليه جلوكوز. ليه؟ عشان يحسن الابزوربشن بتاع مين؟ بتاع الصوديوم. الصوديوم والجلوكوز ريدلي ابزوربد في الايه؟ في الاو ار اس. صوديوم اكسكريشن بيحصل مع الستول بس بتني اماونت مع السويت، ولكن المين ريجيليتور للصوديوم اكسكريشن مين؟ او صوديوم بالانس الكيدني. تمام، اند از برينسيبال سايت اوف صوديوم ايه؟ اكسكريشن. ذير از سام صوديوم لوس ان ستول بات تز مينيمال، يعني هو مينيمال لوس للصوديوم ما لم يكون هناك ديارية. خلاص، لو كان في ديارية يبقى الصوديوم لوس هيبقى اكتر. نورمالي السويت بيبقى فيه من 5 ل 40 مللي ايكوفالنت بير لتر صوديوم. تمام، الصوديوم في الـ او السويت صوديوم كونسنتريشن بيبقى عالي في حالات السيستيك فايبروزيس، الحالات اللي فيها الدوستيرون ديفيشنسي. واحنا قلنا ليه؟ لان الالدوستيرون بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن، او بيعمل ري ابزوربشن للسولت اند ووتر، السولت اللي هو الصوديوم، فلما يقل يحصل ايه؟ انكريز صوديوم اكسكريشن. تمام، يبقى في الالدوستيرون ديفيشنسي والسودو هايبو الدوستيرونيزم. خلاص، طيب صوديوم is unique among electrolytes because water balance. تمام، not sodium balance usually determine its concentration. تمام، الووتر بالانس يعني الووتر، لو الميه ثابت الانترافاسكولار كومبارتمنت وفي البوليوريا في السنترال داي في الدايبيت سنسيبيتاس ونزلت في اليورين، هيبقى الصوديوم يتساب وحديه في الانترافاسكولار كومبارتمنت، فمستواه يزيد فيحصل هايبر ايه ناتريميا. عشان كده بقول لنا ان الصوديوم ده is unique among electrolytes because الووتر بالانس وليس الصوديوم بالانس. الووتر بالانس، تمام، طيب يعني الميه ثابته يحصل هايبوناتريميا، ضافت عليه بقطره يبقى يحصل هايبوناتريميا وهكذا. وين صوديوم انكريز ذا ريزلتنت هاير، لما الصوديوم يزيد في البلاد او البلازما فالاوزموناليتي بتاعت البلازما هتزيد علشان ده سوليوت، فزادت البلازما ايه؟ اوزمولاريتي. بيحصل ايه لما تزيد البلازما اوزمولاريتي؟ بسبب زياده الصوديوم الانسان يشعر بالثيرست، فبالتالي يروح يشرب علشان عايز يعادل الاوزمولاريتي دياتي. تمام، اند انكريز ايه؟ يحصل سكريشن او زياده في السكريشن للاي دي اتش عشان نشتغل على الكيدني، عشان يعمل ري ابزوربشن اند مور ري ابزوربشن للووتر، فبالتالي يحصل ايه بقى؟ ليد تو رينال كونزرفيشن اوف ايه؟ اوف ووتر، يحافظ على الميه جوه الانتر فاسكولار كومبارتمنت علشان الزياده في الايه؟ في الصوديوم، عشان نحاول نخفف الاوزموناليتي الدياتي. تمام، طيب يعني بوزيس ميكانيزم انكريز ووتر كونتنت اوف ذا بودي، ماشي. ديورنج هايبوناتريميا طبعا صوديوم قليل في البلود فالاوزموناليتي قليله، فايه اللي بيحصل بقى؟ ذا ديكريز بلازما اوزموناليتي، هتوقف الاي دي اتش سكريشن. مش عايزين احنا اي دي اتش سكريشن يطلع كتير. ليه؟ عشان تعمل ابزوربشن او مور ابزوربشن للووتر من الكيدني، فمور هايبوناتريميا. تمام، طيب even though water balance is usually regulated by osmolality. حلو، volume depletion does stimulate. ماله بيعمل ايه؟ بيعمل stimulate the thirst و stimulate the ADH. اذا كان اي شخص عنده
هايبوفوليميا او فوليوم ديبليشن، ايه اللي بيحصل؟ من الديهايدريشن مثلا يطلع يحصل ستيميوليشن للثيرست سنتر، فبالتالي ايه يحصل البولي ديبسيا دي، تمام، ويطلع الاي دي اتش سكريشن علشان يقلل الووتر لوس مثلا، تمام، اند النت ريزلت تحصل هنا كونزرفيشن اوف ووتر. خلاص كده. طيب يعني دول كام نفس الفكره برضو، الكلام بيتكرر، هو ايه ازاي الصوديوم بيأثر على الاوزمولاريتي وعلاقته بالووتر والكلام ده. ندخل بقى في الهايبر ناتريميا، ده كونسبت مهم جدا، والكترولايت ديستربنس مهم جدا. النورمال سيرم ليفل اوف صوديوم من كام لكام؟ من 135 لغايه 145، اكتر من 145 بيعتبروه هايبر ناتريميا، وفي بعض الكتب بيقولوا ان ايه السم تايمز ديفايند از ايه اكتر من 150 مللي كوفرنت بير ليتر، تمام. طيب وعلى حسب الليفل بيتقسم الليفل اوف هايبر ناتريميا الى ايه، مايلد مودريت سيفير اكستريم. المايلد هايبر ناتريميا 146 ل 149، من 150 ل 169، ده مودريت هايبر ناتريميا، من 170 ل 180 ده السيفير هايبر ناتريميا، اكتر من 180 بنقول عليها الاكستريم هايبر ناتريميا، تمام. وفي بعض الاحيان ده يعني لو نوت كنترولد ممكن يحتاج دياليسز عليها، تمام. يعني هنا بيقول لك المايلد هايبر ناتريميا بتبقى غالبا كومن في الاطفال اللي عندهم جاسترونترايتس، بس مش بالضروره تكون مايلد، عادي ممكن تكون مودريت وسيفير كمان. الهايبر ناتريميا في الهوسبيتالايزد بيشنت، طبعا طالما هوسبيتالايز دخل في هايبر ناتريميا يبقى انا اشك ان هو ممكن يكون اياتروجينيك، تمام، اخد صوديوم بايكارب كتير، اوفر كوريكشن لل الهايبوناتريميا، تمام، الهايبرتونيك سلاين وهكذا، تمام. طيب ايه الاسباب بقى عشان نتكلم عليها، وهنقول برضو علاقتها بالبرين يعني الهايبر ناتريميا. اي بيشنت او اي انسان او اي طفل حصل له اكسسيف انتيك اوف صوديوم، طب مين الطفل اللي بقى معرض للاكسسيف انتيك اوف صوديوم؟ اي طفل بياخد امبروبرلي ميكسد فورمولا فيها هاي كونتنت للايه للصوديوم، تمام، امبروبرلي ميكسد فورمولا، تمام، يعني ما اتحضرتش كويس مثلا، تمام، الوتر اللي فيها او الفلويد اللي فيها قليل مقارنه بالكونتنت بتاعت الميلك، تمام. اي طفل دخل اخد اكسسيف صوديوم بايكارب لاي سبب، تمام، يعني ميتابوليك مثلا اسيدوزس وخد بايكارب كتير، بايكارب ده فيه صوديوم كتير، عمل له ايه هايبر ناتريميا. طفل نزل بحر، ميه البحر دي سي ووتر، دي هايبرتونيك شويه، تمام، او زياده في الملوحه بتاعتها، فانجيشن اوف سي ووتر، او اخد صوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام، خده انتنشنال مثلا زي الانتنشنال سولت بويزنينج. يا لو دورنا هو ده شويه بس عادي بيحصل، تمام، ممكن الطفل يتسمم بالايه بالسولت، خلاص. والله ان ذا بيربز اوف ايه تو اتراكت اتنشن، مامته اللي عملت كده عشان زعلانه مع باباه مثلا منفصل عنه، فاتراكت عايزه ترجعه باك تو هير لايف تاني، ده الكلام ده يعني كلام موجود ومنشور يعني، خلاص. فالانتنشنال سولت بويزنينج. طيب الانترافينوس هايبرتونيك سلاين اتاخد عشان كوركشن او اوفر كوركشن في الهايبوناتريميا. الهايبر الدوسترونيزم، واحد عنده الدوسترون بيطلع بكثره، الالدوسترون ده بيعمل ايه؟ بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن، فبالتالي ايه سولت كتير معاه ميه كتير راجعه، الحاجات بتاعت الاكسسيف صوديوم انتيك دياتي ممكن بيبقى معاها هايبر فوليميا، علامات الهايبر فوليميا اللي هنقول عليها برضو، خلاص. طيب يا اما الطفل فقد ميه فقط، ووتر ديفيسيت، في حالات طفل عنده ديابيتس انسيبيدس الاي دي اتش مش طالع، فمفيش كنترول على الميه من خلال الكدني، فبالتالي بيحصل لوس للميه كتير في الكدني، بوليوريا، الصوديوم هيتساب وحيدا في البلد بتركيز عالي، هايبر ناترينيا، سواء اذا كان نيفروجينيك ديابيتس انسيبيدس او سنترال ديابيتس انسيبيدس، تمام، او طفل بيفقد الانسنسبل ووتر لوس كتير، يبقى انكريز انسنسبل لوسز، كما في حالات مين؟ اي عيل بريتيرم، اي طفل بريتيرم او بريماتيور انفانت معرض اكثر لايه؟ ان الانسنس ووتر لوس يبقى عالي، تمام؟ لان البودي سيرفس اريا عاليه هنا، فبيحصل منها فقد الميه من كل حته. رقم اثنين، اي بيبي محطوط تحت ريديانت وورمر، تمام؟ ايفابوريشن، ديهايدريشن وهكذا. الفوتوسيرا بنفس الفكره، تمام؟ الان اديكويت انتيك او الان افكتيف بريست فيدنج مش بترضعه كويس، تمام؟ فمفيش فلويد انتيك داخل، فبالتالي معرضه ان هو يدخل فهي هايبر ايه؟ هايبر ناتريميا، تمام. طيب لو دايابيتس انسيبيدس الطفل دواتي برضو، يعني نحطها في بالنا ان الطفل بينزل ووتر كتير في اليورين، يبقى اليورين هيبقى اوفرلي دايليوتد، اقل من 1005 السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اليورين، اول ما الاقي اقل من 1005 سبيسيفيك جرافيتي لليورين اقول على طول ان ده ايه، ده دايابيتس انسيبيدس، ونسبه بقى هل هو سنترال ولا ايه ولا نيفروجينيك، تمام.
العيال دول لما الاقيهم عندهم هايبر ناترين ابقى عارف ان هم في انسستر ووتر لوس كتير منهم. خلاص طيب، ممكن طفل يفقد ووتر اند صوديوم ديفيسيت بقى، في السبب بتاع التالت بتاع الهايبر ناتريميا ان يكون في صوديوم اند ووتر اند صوديوم ديفيسيت، بس الووتر اكتر من الصوديوم ديفيسيت بقى، تمام؟ فبالتالي يحصل هايبر ناتريميا اكتر. العيال دي او الكومن كوز ايه؟ الاكيوت جاسترونترايتس، دايريا، ووتر لوسز اكسيد صوديوم لوسز، تمام؟ ليدنج تو هايبر ناتريميك ديهايدريشن. هنقول تتعالج ازاي الهايبر ناتريميك ديهايدريشن؟ الاميسيز والنيزوجاستريك سكشن، طفل بيرزستنت فوميتنج، تمام؟ فبيفقد فلويد كتير عن الايه؟ عن الصوديوم، فبتدخل في هايبر ناتريميا. نيزوجاستريك سكشن، عملت له سكشن كتير فيجورس. طيب الاوزموتيك كاثارتيك اللي هم زي اللاكتيلوز مثلا، تمام؟ برضو نفس الفكره. طيب في طفل ممكن يدخل في هايبر ناتريميا من الكوتينيوس لوسز بسبب الايه؟ البيرن. يبقى انا حاطط في بالي ان البيرنز دلوقتي بيفقد فلويد كتير خالص عن الملح، فبالتالي ممكن يدخل في هايبر ناتريميك ديهايدريشن برضه. اكسسيف سويتنج، بيعرق كتير، لوس اوف طبعا ووتر او فلويد اند سولت، فبرضه بيبقى معرض يدخل في هايبر ناتريميا. رينال لوسز زي الاوزموتيك دايوريتكس، هنقول ازاي؟ زي الدايبيتس ميليتس، هايبر جلايسيميا، يدخل في دايوريسيز، ينزل ايه؟ ووتر، وينزل معاه صوديوم بس ووتر اكتر. الكرونيك كيدني ديزيز خصوصا الاوبستراكتيف يوروباثي، تمام؟ واي والبوليوريك فيز اوف اكيوت تيوبولار نيكروز او اكيوت كيدني انجري. البوست اوبستراكتيف دايوريسيز ريليف الاوبستراكشن، حصل دايوريسيز، فقدنا فلويد كتير عن ايه؟ وملح بس فلويد اكتر، تمام؟ يبقى الاسباب دياتي هو بيفقد ميه وملح، ولكن بيفقد ميه اكتر من الايه؟ من الملح. دي اسباب الايه؟ الهايبر ناتريميا. خلاص طيب ايه كمان؟ ندخل على اللي بعديها، الهايبر ناتريميا ديفلوب. طب امتى العيان او بيشنت بتاع الدايبيتس انسيبيدس يدخل في هايبر ناتريميا؟ هو احنا عندنا الدايبيتس انسيبيدس ده بولي يوريا، وبالتالي هيبدا يحصل انترافاسكولار ديبليشن او ديهايدريشن، يبدا الطفل يشرب، فبولي يوريا معاها بولي ديبسيا، تمام؟ فامتى يدخل بقى؟ لو ما فيش بولي ديبسيا. يعني ايه ما فيش بولي ديبسيا؟ طفل ايه؟ only if the patient does not have access to water، ما فيش مدخل للووتر ليه، او يعني ما بيشربش ميه، او اتمنعت عنه الميه، او لسبب ما مش موجوده الميه، او cannot drink adequately. ليه بقى؟ لان هو immature، ممكن زي ما قلنا، او ممكن يبقى عنده neurological impairment، not aware ان هو يشرب، او عنده persistent vomiting، او ملوش نفس ان هو مش قابل. infant are at high risk because of their inability to control their own water intake. ده مهم جدا، اي patient diabetes insipidus polyuric لازم يضمن ونضمن له ان ايه؟ يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه water intake ليه، تمام؟ عشان ايه؟ ما يدخلش في dehydration او ما يدخلش في hypernatremia. central diabetes insipidus المشكله فوق، ما فيش ADH طالع، وبالتالي ما فيش كنترول على الميه انها اكسكريت في اليورين. اند ذا جينيتيك فورمز اوف نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، هو الاي دي اتش موجود بس الكيدني مش شغاله، يعني مش هو مش قادر يشتغل على الكيدني لوجود خلل فيها. تيبيكالي كوز ماسيف، يحصل ايه؟ ماسيف يوريناري ووتر لوسز اند فيري دايليوتد يورين زي ما قلنا، تمام؟ طيب النيو بورنز مالهم؟ اف سبيشالي اف بريماتيور هاف هاي انسنسبل ووتر لوسز، تمام؟ واللوسز دياتي ار فيرزر انكريز دي اف لو كان الطفل ده محطوط تحت اندر ريديانت وورمر، او تحت فوتو ثيرابي عشان الهايبر بيلروبينيميا. ذا رينال كونسنتريتنج ميكانيزم مالها؟ لسه نوت ويل ديفلوبد في البريماتيور انفنت، تمام؟ ار نوت اوبتيمال ات بيرث بروفايدنج ان اديشنال سورس اوف ووتر لوس. الان افكتيف بريست فيدنج بقى ده مهم جدا، اوفن ان ا برايم بيرس ماذر كان كوز سيفير هايبرناتريميك ديهايدريشن، عشان كده لازم ترضعه كويس. Most children with gastritis don't have hypernatremia because ليه بقى؟ ان الناس اللي عندهم gastroenteritis بيبقى ايه؟ بيشربوا they drink enough hypotonic fluid منهم الميه، هو eager to drink، كل ما eager to drink يشرب ميه، تمام؟ خلاص يبقى they drink enough hypotonic fluid to compensate for stool water losses. Fluid such as زي الووتر اللي بيتشرب اثناء الاكيد gastroenteritis والدهايدريشن، او الجوس، او اللي الفورمولا مالهم، كل الحاجات دي بتبقى ايه؟ والسبرايت اللي هو الفيز درينكس ومعاها الازوز، الحاجات دي كل دي هايبوتونيك فلويد، ار مور هايبوتونيك عن الستول لوسز، allowing correction of water deficit and potentially have causing ايه؟ hyponatremia، تمام؟ يبقى ايه؟ السوائل دي ما فيهاش ايه؟ هي هايبوتونيك لان ما فيهاش صوديوم،
يكافئ الديفيسيت اللي حصل، تمام؟ فبالتالي يدخلوا في هايبرناتريميا، يبقى ده هايبوتونيك يخفف البلد اكتر فيحصل هايبوناتريميا، تمام؟ طيب هايبرناتريميا از موست لايكلي تو اوكير ان ذا تشايلد ويز دايريا هو، امتى بقى يحصل هايبرناتريميا؟ العيل عنده دايريا هاز ان اديكوت انتيك بيكوز اوف، انا مش قادر اديله الاو ار اس بسبب ان في بيرزيستنت فوميتنج، او لاك اوف اكسس تو ووتر، ما بيدهوش اصلا فلويد، او مش قابل بيديله الاو ار اس مش قابل، خلاص؟ طيب الاوزموتيك ايجنت زي المانيتول، الجلوكوز، الهايبر جلايسيمي في الدايابيتس ميليتس بتعمل ايه بقى؟ دي بترفع دي البلازما اوزمولاريتي بتعلى، فايه يحصل دايورسيس، اكسسيف رينال لوسز اوف ايه ووتر اند صوديوم، بيكوز ذا يورين از هايبوتونيك، هايبوتونيك يعني فلويد كتير نازل ومفيش صوديوم، مش مكافئ ليه صوديوم لوس، يعني بين قوسين صوديوم كونسنتريشن ابروكسيميتلي 50 مللي كورنت بليتر ديورنج ان اوزموتيك دايوريسيس ووتر لوسز اهو اكسيد صوديوم لوس، فبالتالي هايبر ناتريميا ميو كير اف ووتر انتيك از نوت ايه ان اديكوت، از ان اديكوت، تمام؟ لو ما كانش الووتر انتيك ايه اديكوت، خلاص. طيب سيرتين كرونيك كيدني ديزيزز ساتش از رينال ديسبليزيا، والاهم الاوبستراكتيف يوروباثي، ماله؟ اسوشيتد ويز تيوبولار ديسفانكشن، تيوبولار ايه ديسفانكشن. طب ليه تيوبولار؟ طب انا ايه علاقتي بالتيوبولار ديسفانكشن؟ ان مفيش ري ابزوربشن للووتر اللي بينزل، ليه؟ هتلاقي الالدوستيرون واحد منهم مثلا مع البوست اوبستراكتيف يوروباسي، التيوبيول يعني مش قادر يشتغل الالدوستيرون عليها، فبالتالي مش هيرجع الميه والملح، فايه هيسيبهم يحصل لهم لوسز، خلاص. leading to excessive losses of water and ايه and sodium. البوكس بيقول من children with such a disease من هم have disproportionate water loss، يعني disproportionate يعني المفروض water loss يكافئ الصوديوم لوس، لا ده الوتر لوس كتير عن الايه عن الصوديوم لوس، and at are high risk for ايه hypernatremic dehydration especially if لو حتى لو دخلوا في gastroenteritis عليها، يعني risk for risk factor التاني. similar mechanisms occur during the polyuric phase بتاعت acute tubular acute kidney injury and after relief of urinary obstruction في البوست اوبستراكتيف دايوريسز، يحصل فقد للووتر اكتر من الايه من الصوديوم. patient with either condition مالهم may have an osmotic diuresis from urinary losses of a urea، بيحصل loss لليوريا، تمام؟ فاليوريا دياتي بترفع الاوزموناليتي بتاعت اليوريا، فبتنزل ايه بيحصل فقد للميه برضو، تمام؟ and an inability to conserve water because of tubular dysfunction. since sodium is the predominant element in the serum osmolality formula، ليه هي الـ estimated او الـ measured بلازما osmolality اللي هي 2 في الصوديوم زائد الـ blood urea nitrogen على 2.8 زائد الـ ايه الـ blood الجلوكوز على 18، تمام؟ ونطلع بيها هي المفروض من 275 205 وايه 285 295، تمام؟ ده الـ ايه البلازما اوزمولاريتي، لو لقيناها عاليه يبقى ايه برضو ممكن يكون الايه في هايبر جلاسيميا، يا اما في هايبر ناتريميا، يا اما اليوريا مالها في البوست اوبستراكتيف كانت عاليه فاضطرت كتير فكانت زياده اصلا فنزلت وخدت معاها الووتر، تمام؟ طيب the consequences of hypernatremia are often severe، ليه بقى؟ ليه severe؟ due to cellular dehydration، عندنا البلازما او البلازما كومبوننت ماله فيها هايبر ناتريميا، فالملح دواتي هيسحب ميه من الخلايا منهم البرينسل، ليه؟ لان فيها ميه كتير، فبالتالي يحصل شيفت للووتر من الانترا سيلر تو اكسترا سيلر، فيحصل برين شرينكج، فممكن يحصل ايه irritability convulsion intracranial hemorrhage، الحاجات بتاعت الايه الهايبر ناتريميا. the brain in infant and young children is particularly susceptible to injury because of a its large water content، تمام؟ ايه الكلينيكال مانيفستيشنز بتاعت الهايبر ناتريميا؟ التيبيكال فيتشرز اوف دي هايدريشن ار اوفن لاكينج ديو تو ايه بريزرفيشن اوف انترا فاسكولار فوليوم ات ذا اكسبنس اوف انترا سيلر دي هايدريشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ما تلاقيش عليه علامات الجفاف قوي او الدهايدريشن قوي، ليه؟ لان هو سحب ميه من الخلايا، لان هو هايبر اوزمولار انترا فاسكولار، سحب ميه من الايه من الخلايا، ولكن مين اللي بيعاني؟ السيلز نفسها، تمام؟ في انترا سيلر دي هايدريشن. signs and symptoms of hypernatremia مهمة جدا are typically neurologic in nature. تعمل ايه بقى؟ تعمل irritability، تعمل high pitched cry، تعمل convulsion، تلاقيه lethargic، تلاقي فيه intense thirst عشان ملوحة كتيرة موجودة في الدم، فهو يبقى ايه بيستيميوليت الثيرست، altered mental status وممكن up to coma، تمام؟ ايه الأخطر؟ الأخطر إنه يحصل مع البرين شرينكج والدهايدريشن يحصل تهتك للايه للبلاد فيزل فيحصل intracranial hemorrhage، يحصل cranial thrombosis من
هايبوفوليميا اللي حاصله او انفاركشن. ليه بقى؟ از ذا برين وهو بيشرينك ماله اواي فروم ذا مينينجيس يحصل بليسنج تنشن على البريدجنج فين اللي بتعدي فيقفلها فيحصل ايه؟ الانفاركشن خلاص والثرومبوزس والهيموريج بعد كده. The probable, probably because of intracellular fluid loss or water loss, the pinched abdominal skin of a dehydrated hypernatremic infant نحس ان هو دوي ابدومين كده feel like زي ايه؟ كانك ماسك حته عجينه كده ما فيهاش delayed skin turgor يعني. Diagnosis لازم نوصل للإتيولوجي من خلال الهيستوري والإكزامينيشن لازم نوصل للإتيولوجي من خلالهم. Hypernatremia resulting from water loss occur only if the patient don't have access to water أو is unable to drink لازم يشرب علشان فقد المية اللي حصل دواتي مخلي الصوديوم عالي في الدم فلازم يشرب علشان يحصل معادلة للهايبرناتريميا دي تمام. طيب in the absence of dehydration it's important to ask about sodium intake. تعال نشوف الالجوريزم بتاع الهايبرناتريميا نمشي فيه ازاي والاسباب بتاعته ايه في الاخر. مهم احنا عايزين بقى نركز في الالجوريزم ده. الالجوريزم ده في نيلسون ديسيجن ميكنج بس والله العظيم يعني من اعظم الالجوريزمات اللي انا شفتها صراحه. الموضوع سيمبل وبسيط لان احنا عندنا اسباب كتير للهايبرناتريميا تمام. طيب اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيرفورم هيستوري اند اكزامينيشن. ليه؟ علشان نعرف في جاسترونترايتس، في ديهايدريشن، في هايبوفوليميا، هايبرفوليميا، ولا الفوليوم ستيتس برضو ايه مينتيند على حسب. فقال لك نعمل هيستوري اند اكزامينيشن ونسحب السيرم الكترولايت عشان نشوف الصوديوم قد ايه، ونسحب الجلوكوز الراندوم بلاد جلوكوز ليفل عشان برضو ممكن يبقى في هايبر جلايسيميا هي اللي عامله الدايوريسيس دواتي واللي عامله الديهايدريشن ده عادي معينين الدي كي بيجو كده. ونسحب اليورين سبيسيفيك جرافيتي يعني اليورين اناليسيس ولازم نبص على اليورين سبيسيفيك جرافيتي اخبارها ايه، ونسحب اليورين صوديوم. يورين صوديوم ده هيفيدنا في حاجات كتير هنقول عليها تحت تمام. عملت الحاجات دول هما تبدا تعمل ايه كاركترايز الستيت اوف هايدريشن يعني انا بقيم الاكسترا سيلر فلويد ستاتس مهمه تمام. طيب العيان ده هيتحط في كاتيجوري من ثلاثه، نبدا بالكاتيجوري الاخيره ان العيان ده فيه علامات الهايبر فوليميا ابنية تاكيكارديا، في هارت فيلير، في بالمونري اديما، ايا كان يعني تمام. لو في هايبر فوليميا اشك في الاسباب بتاعه الصودي اكسسيف صوديوم انتيك، اكسسيف صوديوم انتيك امبروبيرلي ميكسد فورمولا بياخد صوديوم بايكارب كتير اللي هو في مستشفى لاي سبب، ان اي سي ال ادمنستريشن اللي هو ملح الطعام بياخد ايه بياخد زي مين زي كير جيفر ادته سميته يعني من الاخر كده بسولت انتيك او فابريكيتد النس تمام. طيب زي ما قلنا في الاول شي ويل اتراكت اتنشن اوف هير هازباند عن طريق ان هي تدي ابنها ايه السولت اكسسيف سولت دواتي تمام. فبالعكس دخل في انتنشن سولت بويزنج هنا الطفل بيعوم في ميه بحر سي ووتر انجيشن يعمل هايبر ناتريميا. هايبر ناتريميك انيما بيتعالج بايه؟ بيعملوا له الانيما بايه؟ هايبر ناتريميك سلاين غلط او انترافينوس هايبرتونيك سلاين اوفر كوركشن في حالات الكوركشن بتاعت الهايبوناتريميا تمام. اوفر كوركشن الهايبوناتريميا قلب معاها هايبر ناتريميا وبالعكس هايبر فوليميا بعد كده خلاص لان الصوديوم بيسحب وراه ميه فايه فوليوم يزيد تمام. يبقى دي اول ليمب تمام. طيب الليمب الثاني ان البيشنت ده يكون هايبوفوليميك في علامات الهايبوفوليميا زي الطفل جالك باكوت جاسترونترايت ديهايدريشن وشوكد مثلا او سيفيرلي ديهايدريتد تمام. فاروح اعمل ايه بقى؟ انا ساحب صوديوم فوق ابص على اليورين صوديوم الاقيه اقل من 20 مللي ايكوفالنت بير لتر، ولو بصيت على السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اليورين لقيتها هاي يعني اوفرلي كونسنتريتد يورين مع صوديوم قليل ده ما يفسرش غير ان ده هايبر ناتريميك ديهايدريشن. في الديهايدريشن مفيش بلاد فلو كويس رايح للكيدني فايه فبالتالي الكيدني هتري ابزورب اي فلويد عندها فبالتالي اليورين هيبقى هايلي كونسنتريت. الحاجه الثانيه الصوديوم الاكسكريشن عن طريق الكيدني هيقل خالص يبقى اقل من 20 مللي ايكوفالنت بير لتر تمام. يبقى ده في حالات الايه بقى؟ ده في حالات الدايريا اند ايه فوميتنج، ده في حالات الانسنسبل لوسز اكتر في الفيفر والبالمونري اللي هو التاكيبنيا يعني والديرما اللي هو البيرن بيفقد كتير ومعاه ملح برضه. ما هدول اسباب الووتر اند صوديوم ديفيسيت بس الووتر اكتر من الصوديوم ديفيسيت تمام. ان ادكويت ووتر انتيك واحد ما بي ما 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 انوريكسيك مثلا اديبسيا ما بيشربش خالص تمام. فبالتالي ايه
في لوس وهو ما بيشربش ايه ميه، فبالتالي هايبر ناتريميا. تمام. طيب او زي ما قلنا في الاخر خالص اهو، انتنشنال ووتر ديبريفيشن، منعته من الووتر، يعني هو اصلا هايبوفوليميك وي بسبب ان لو دورنا هو في تشايلد ابيوز، يعني ما بتديهوش ميه يشرب. والله في تشايلد ابيوز بحالات واشكال وحشه جدا، يعني مش عارف الناس جابت القسوه منين. فايه برضو من ضمن الاسباب اللي تعمل هايبوفوليميا، وان ايه يبقى في هايلي كونسنتريتد يورين ويورين اقل، يورين صوديوم اقل من 20، ده في حالات الايه الهايبر ناتريميك ديهايدريشن يعني. طيب ده الاحتمال الاولاني لو هو هايبوفوليميك. طب الاحتمال الثاني لما لقيتش اليورين صوديوم اقل من 20، لا لقيت اليورين صوديوم اكتر من 20. اكتر من كام؟ من 20. خلي بالك اليورين صوديوم اكتر من 20 والسبيسيفيك جرافيتي ما بين 1025 لغايه 1005، يعني فاريبل سبيسيفيك جرافيتي هي، والعيان ده هايبوفوليميك، او هي نفس الفكره هنا اهو، والعيان ده ايوفوليميك يعني مش هايبوفوليميا. الاثنين سببهم اوزموتيك ايه؟ اوزموتيك دايوريزز، اوزموتيك دايوريزز بالايه؟ بالدايوريس ميليتس، هايبر جلايسيميا، بالمانيتول، بالجليسرول، نفس الفكره خلاص. يبقى اللي يخلي اليورين صوديوم اكتر من 20 والجرافيتي فاريبل، تمام، ده مين؟ ده الاوزموتيك، تمام، الاوزموتيك دايوريزز يعني. انما الاحتمال الثالث بتاع الهايبوفوليميا وبصيت على اليورين صوديوم لقيته فاريبل، يعني ايه؟ يعني هو اقل ولا اكتر ما بين البنين، تمام، تشوفه في كل مره بشكل مختلف عن التاني، ولكن الثابت معايا هنا ان اليورين سبيسيفيك جرافيتي مالها اقل من 1005، اوفرلي دايليوتد يورين، على طول انت في دماغك الديابيتس انسيبيدس، تروح باصص على ايه في الديابيتس انسيبيدس. طيب ايه اللي هيحصل؟ هو بيفقد ميه كتير علشان مفيش اي دي اتش عامل كنترول، بيفقد ميه كتير، ميه كتير نازله في اليورين، يعني هنلاقي اليورين دايليوتد يورين، يعني اليورين اوزمولاليتي بتبقى ايه قليله، ولكن الميه لما ثابت الانترافاسكولار كومبارتمنت ثابت الملح، فايه السيرم اوزمولاليتي عليت بسبب الهايبرناتريميا، يبقى السيرم اوزمولاليتي اكتر من 295 اند اليورين اوزمولاليتي مالها قليله، السيرم اوزمولاليتي مالها عاليه، لما اكسم قليل على عالي النسبة تطلع اقل من واحد، تمام. طيب لو الحاجات دي موجودة يعني يس، يبقى ندي ايه بقى؟ ده دايبيس انسيبيدس، عايز اعرف هو سنترال ولا نيفروجينيك، ادي ادمنستر الفازو بريسن، الفازو واحد من اثنين، واحد من عشرة، اثنين من عشرة، تمام. هنقول الجرعة بتاعته تحت، لو اديته وحصل وتصلح، يعني السيرم بلازما اوزمولاليتي قلت والنسبه دي اتعكست، يعني اليورين على السيرم اوزمولاليتي بقت اكتر من واحد، يبقى ده كان سنترال دايابيتس انسيبيدس اهو، سنترال دايابيتس انسيبيدس، لو يس سنترال دايابيتس انسيبيدس، لو نو يبقى ده ايه ما تصلحش، يبقى ده نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. ليه؟ لان الفازو بريس مش هيشتغل على الكدني اللي هي اصلا مش قابله شغل الاي دي اتش عليها، فلما تديه من بره كده كده مش هيشتغل عليها برضه خلاص. اما بقى لو الحاجات دي نو يبقى اعمل ايه؟ ثواني اعمل ايه؟ قال لك لو نو بيرفورم ووتر ديبريفيشن تيست، يعني امنع عنه الميه، تمام؟ لغايه ما ايه؟ هو طبعا لو بوليوريك وانا منعت الميه يبقى يدخل في ايه؟ الاقي الديهايدريشن، الاقي السيرم اوزموداليتي بتاعت البلازما بدات تعلى، تمام؟ until سيرم اوزمولاريتي تبقى اكتر من 295، اول ما بقيت 295 اكتر من 295 اروح اعمل الايه؟ الحاجات اللي هتفرق لي ما بين الايه؟ السنترال والنيفروجينيك، تمام كده؟ يبقى اي يورين اوزمولاريتي يورين سبيسيفيك جرافيتي اقل من 1005 ادور على مين؟ على الايه؟ السنتر، على الديابيتس انسيبيدس، تمام؟ خلاص كده؟ مهمه دي. كده احنا ايه؟ طيب الليمب دوتي بيتشارك مع ايه؟ مع الهايبوفوليميا والايوفوليميا، على حسب العيان دوتي ايوفوليميك ولا هايبوفوليميك، تمام؟ زي ما قلنا لو ايوفوليميك، ايوفوليميك بقى يعني ما فيهوش علامات الهايبوفوليميا ولا هايبرفوليميا، ده ايوفوليميك، تمام؟ ايوفوليميك ولقيت اليورين صوديوم اكتر من 20 وسبيسيفيك جرافيتي فاريبل، يبقى اروح لايه؟ للاوزموتيك، اوزموتيك دايوريسيس، تمام؟ سواء كان دايابيتس ميليتس هايبر جلايسيميا او مانيتول او جليسرول. انما لو لقيت اليورين صوديوم ماله فاريبل ولقيت السبيسيفيك جرافيتي اقل من 1005، يبقى احنا نجو فور ايه؟ الدايابيتس ايه؟ انسيبيدس بايه؟ بانواعه، تمام كده؟
كده احنا عرفنا هنعمل ايه ونمشي في الكيس ازاي. نرجع بقى مكاننا تاني، ده الالجوريزم بتاع الهايبرناتريميا، الجوريزم الهايبرناتريميا. خلاص طيب، الحاجات دي بتحكي في اللي فات. الايتيولوجي اوف هايبرناتريميا لازم يكون يوجوال ابارنت من الهيستوري، عشان كده البدايه بتاعه الالجوريزم بيرفورم هيستوري اند ايه اكزامينيشن. خلاص طيب، هايبرناتريميا ريزالتنج فروم ووتر لوس اوكير ايه ايه اه لو في ووتر لوس، اللي احنا الليمب اللي احنا قلنا عليه اللي هو بسبب الايه الووتر لوس دلوقتي، دايابيتس انسيبيدس الحاجات دي تمام، دايابيتس انسيبيدس سنترال او نيفروجينيك تمام. اوكير اونلي اف ذا بيشنت داز نوت هاف اكسس تو ووتر، لازم عيان الدايابيتس انسيبيدس يشرب ميه، ولو اديته اي دي اتش اديته فازوبريسين يبقى نقلل الميه خالص، لان هو كده كده هيعمل ري ابزوربشن ويمنع نزول الميه في الايه في اليورين. يبقى does not have access to water، ده يدخله في hypernatremia، او is unable to drink لاي سبب يدخله في hypernatremia وهو بوليوريك، اكيد هيخش في hypernatremia وديهايدريشن. طب in the absence of dehydration، لو مفيش dehydration it's important to ask about sodium intake، اخباره ايه؟ children with excessive sodium intake don't have signs of dehydration تمام؟ اكيد unless another process is present. طيب severe sodium intoxication اللي هو salt poisoning causes signs of a overload، زي ايه؟ زي البالمونري ايديما، زي الويت جين وزنه زايد، مش هيبقى hypernatremic dehydration وزنه زايد، مستحيل. طب salt poisoning is malo is associated with an ايه بقى؟ elevated fractional excretion، اي بيشا اي واحد عنده اكل املاح كتيره تمام، فالاملاح دياتي هتنزل في اليورين، فاللي عنده salt poisoning ماله elevated fractional excretion of sodium، الفينه هتزيد. هو ريز ان الهايبرناتريميك ديهايدريشن ما عندهمش رفاهيه ان هم ينزلوا صوديوم في الايه في ال... لان هم هايبرناتريميك ديهايدريشن، هم ديهايدريتد اصلا، فايه هلاقي فلو fractional excretion of sodium ودي هتيجي تحت. خلاص كده طيب، في الهايبر الستيرونيزم احنا عارفين هو كان بيعمل بيحبس ميه وملح ويطرد بوتاسيوم وايه وهيدروجين، فلما يبقى في هايبر الستيرونيزم يحصل ايه؟ بوتاسيوم كتير لوس هايبوكاليميا، ويحصل ايه؟ يطرد هيدروجين كتير فميتابوليك الكالوزيس، زائد ان هو هيحبس ميه يعمل اديما ومعاه هايبرتنشن عشان الصوديوم، سلطة دوتر ريتنشن يعمل هايبر ناتري هايبر تنشن. There is isolated water loss when there is isolated، لو كان في isolated water loss فقط the signs of volume depletion are usually less severe initially. ليه less severe initially؟ علشان زي ما قلنا الشيفت اوف ووتر من الانتراسيلر سبيس، لكن في لكن في سيلور ديهايدريشن. when pure water loss causes signs of dehydration الهايبرناتريميا اند ووتر ديفيسيت ار يوجوالي ايه سيفير. تمام كده طيب، ليه سيفير؟ طيب لان كان في بيور ووتر لوس، فايه اللي حصل؟ الهايبرناتريميا، فلاقي اللي ايه حصل شيفت للووتر من الانتراسيلولار للانترافاسكولار، فالايه الهايبرناتريميا قلت شويه تمام. مع استمرار البروسيس دياتي هيبقى ايه بقى؟ هيدخل في دهايدريشن، والهايبرناتريميا اند ووتر ديفيسيت هيبقى ايه سيفير. ان ذا تشايلد ويز رينال ووتر لوس ايزر سنترال سنترال او نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، مالهم زي يورين ماله في ميه كتير، يعني هيبقى ان ابروبريتلي دايليوت اند اليورين فوليوم بيبقى از نوت لو بيبقى عالي حتى. طب اليورين از ماكسيمالي كونسنتريتد في مين؟ في العيال اللي عندهم ايه زي يورين از ماكسيمالي كونسنتريتد اند يورين فوليوم از لو اف ذا لوسز ار اكسترا رينال، يعني ايه؟ جاسترونترايتس ودايدريشن، اي سبب فوميتنج سكشن سيفير بيرن، نلاقيهم ايه؟ نلاقي مفيش بلاد فلو كويس رايح للكدني، مفيش فلتره، فنلاقي ايه او التيوبيول بتحصل لها ري ابزوربشن بكثره للفلويد عشان الانترافاسكولار ديبليشن اللي حاصل، فلاقي ايه؟ ان اليورين اللي نازل ماله ماكسيمالي كونسنتريتد اكتر من 1025، والاقي الفوليوم بتاعه قليل لان هو مفيش كتير رايح له. because the inadequate intake تمام. طيب because with extra renal، يعني السبب مش رينال، extra renal cause of loss of water the urine is molality should be تبقى اكتر زي ده طبعا اكتر من 1000 مللي ازمول بير كي جي. في البوكس هنا بيقول لك when diabetes insipidus ماله is suspected the evaluation may include measurement نقيس ال ADH and a water deprivation test زي ما قلنا تمام.
انكلودنج ايه؟ اترايل اوف ديزموبريسن اسيتات اللي هو بين قوسين سنسيتك اي دي اتش اللي كنا بنديه في الالجوريزم تو ديفرنشيت ما بين النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، ده مش هيحصل تشينج، والكيدني مش هتشتغل على السنسيتك اللي انا اديته لان هي مش ما اشتغلتش على الاوريجينال، اند يفرق ما بين مين؟ بينه وبين السنترال دايابيتس انسيبيدس. هنا السنترال دايابيتس انسيبيدس هيشتغل عليه الديزموبريسن، الديزموبريسن او السنسيتك اي دي اتش انالوج. خلاص كده؟ طيب in children with central diabetes insipidus administration of desmopressin acetate بيزود اليورين اوزمولاريتي. وقلنا ازاي؟ تمام، لان هو هيحبس الميه بقى، ماشي، لان هو كان هو سنترال يعني خروج السكريشن بتاع الاي دي اتش قليل، فلما دي هيعمل كنترول على الكيدني ويرجع الووتر تاني، ولكن الووتر اليورين اوزمولاريتي هنا اهو هتزيد لان احنا اخدنا منها الميه، تمام، بس تزيد ايه؟ تزيد اباف البلازما اوزمولاريتي، يعني لما ماكسيم اليورين اوزمولاريتي على البلازما اوزمولاريتي هلاقيها كام؟ هلاقيها اليورين اوزمولاريتي مالها؟ اباف ذا بلازما اوزمولاريتي اكتر منها. خلاص؟ ان تشيلدرن ويز نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، نيفروجينيك يعني ايه نيفروجينيك؟ يعني الكيدني نوت ريزيستنت تو اي افكت اوف اي دي اتش. ذير از نو ريسبونس تو ديزموبريسين، ليه؟ لان هي فيها مشكله مش مخليها يشتغل عليها. The response to intramuscular aqueous vasopressin 1/10 ل 2/10 يونت بالكي جي will help to confirm diagnosis of diabetes insipidus and distinguish between central and renal causes. الهايبركالسيميا والهاي نحفظها كده، هايبركالسيميا هايبوكاليميا، هايبركالسيميا هايبوكاليميا يعملوا نيفروجينيك diabetes insipidus may cause a nephrogenic diabetes insipidus like syndrome with combined sodium and water deficit analysis of the urine differentiate ما بين الرينال and ازاي بقى لما يبقى فيه صوديوم اند ووتر ديفيسيت اليورين اناليسيس هي ديفرنشيت او اليورين اكزامينيشن هي ديفرنشيت الرينال والنون رينال ايتيولوجي. لما يكون الكوز اكسترا رينال زي الاكيوت جاسترونتريتس والديهايدريشن والرينال بلاد فلو قليل، فايه اللي يحصل؟ اليورين فوليوم هيبقى قليل، لو يورين فوليوم. الحاجه الثانيه ان طالما لو يورين فوليوم، لو يورين فوليوم يعني كونسنتريتد يورين، يورين نازل كونسنتريتد، مفيش يور، مفيش ووتر كتير نازل، وبالتالي الصوديوم يحصل له ايه؟ صوديوم ريتينشن، تمام. فالصوديوم ماله؟ الصوديوم اليورين صوديوم هيبقى اقل من 20 مللي ايكوفالنت بير لتر، والفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم هيبقى قليل خالص، اقل من 1%، اقل من 1% ده ايه؟ ده بري رينال كوز. خلاص كده؟ وذ رينال كوزز بقى لما يكون السبب رينال هنلاقي اليورين فوليوم از نوت ابروبريت، مش لازم يكون لو، في اسباب تعمل ايه؟ تزوده. اليورين از نوت ماكسيمالي كونسنتريتد زي البري رينال، يبقى البري رينال بيعمل ماكسيمالي كونسنتريتد يورين، بيخلي اليورين صوديوم اقل من 20 مللي كوفالنت بير لتر، بيخلي الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم اقل من واحد، تمام؟ واليورين فوليوم هنا قليل. انما لو في الرينال مش لازم يكون اليورين فوليوم قليل، وان اليورين از نوت ماكسيمالي كونسنتريتد، وان اليورين صوديوم مي بي ان ابروبريتلي اليفيتد، ممكن يبقى عالي، تمام؟ طيب التريتمنت بقى هنعمل ايه؟ لازم نبقى عارفين ان as hypernatremia develops the brain بيجنريت حاجه اسمها ايديوجينيك اوزمولز. يعني ايه ايديوجينيك اوزمولز؟ يعني to increase the intracellular osmolality and prevent the loss of brain water. يبقى مع الراديوال هايبوكسيا او اسف هايبرناتريميا ايه اللي بيحصل؟ البرين بيخلق ايه؟ ايديوجينيك اوزمول، تحفظ له الاوزموداليتي اللي جوه الخلايا، تمام، اند بريفنت لوس اوف ايه؟ برين ووتر. خلاص؟ ما بيحصلش برين ديهايدريشن، ده خاصيه في البرين. This mechanism is not instantaneous وبتحصل most important when hypernatremia مالها؟ لما developed gradually، تمام؟ developed ايه؟ gradually، مش مره واحده الايه؟ الصوديوم بتاعه بقى 170، لا كان 154، 100، بعد كده 158، بعد كده 162 وهكذا. مع الجراديوال ديفلوبمنت للهايبرناتريميا البرين بيكون ايديوجينيك اوزمولز تحميه من الايه؟ من ال اللوس اوف ايه؟ برين ووتر، تمام؟ انها بتزود، لانها بتزود الانتراسيلر اوزموليتي، ماشي؟ طيب اف ذا سيرم صوديوم از لورد رابيدلي، لو السيرم صوديوم ماله كان لورد رابيدلي، ذير از موفمنت اوف ووتر فروم ذا سيرم انتو ذا ايه؟ انتو ذا برين. يبقى ما ينفعش وانا بعمل كوركشن للهايبرناتريميا، تمام، وهنقول الطريقه ازاي، ان الصوديوم ينزل بسرعه، لو الصوديوم نزل بسرعه يبقى ايه؟
كأن جوه البرين اللي هو الايديوجينيك اوزمولز دياتي مزود الاوزموناليتي بتاعته. اول ما يبدا ينزل الصوديوم بكثره بسرعه يبدا يحصل شيفت للووتر من الانترافاسكولار كومبارتمنت اللي هو الانتراسيلولار، فبيعمل برين اديما، يدخل في كونفالجن، يدخل في كوما. بيكوز اوف ذا اسوشيتد دينجر، قال لك الكرونيك هايبر ناترينيا شودنت بي كوركتد رابيدلي. اوعى. طب اكوركت ازاي؟ ان الصوديوم ينزل باقل من 10 مللي ايكوفالنت بير لتر كل يوم، اخرنا 10. تمام؟ طيب ده الجول بتاعي. ذا ديفيسيت ان سيفير هايبر ناتريميك ديهايدريشن، اهي لو شفت عيل سيفير هايبر ناتريميك ديهايدريشن اعرف ان الكوركشن بتاعه اتخذ على مدار يومين لاربع ايام. The most important component of correcting moderate to severe hypernatremia is ان انا اقعد اقيس كل شويه السيرم صوديوم كل على الاقل كل 6 ساعات. تمام؟ So that fluid therapy can be ايه؟ وبالتالي لو انا قست بعد 6 ساعات ولقيته بينزل rapidly، المفروض ان انا يعني ينزل مثلا اقل من 3 مللي ايكوفالنت في ال6 ساعات دول، هم لقيته ايه بقى؟ لقيته لا نزل اكتر من ال6 ساعات، فايه؟ ابدا adjust the fluid infusion. خلاص. عشان كده اهم حاجه في علاج السيفير هايبرناتريميا هايبرناتريميك ديهايدريشن ان انا ايه اقيس الصوديوم كل شويه، so that the fluid therapy can be adjusted to provide adequate correction neither too low، ولا ينزل too slow ولا يطلع too fast. تمام. طيب if a child has seizure، يعني معنى كده ان البيشنت بتاع الهايبرناتريميا لو دخل في convulsion وديستربت كونشس ليفل او كوما as a result of، وانا بقيس لقيت ايه ان مع الهايبوناتريميا او الرابيد كوركشن للهايبرناتريميا ايه بقى؟ دي سبب برين اديما سكندري تو الرابيد كوركشن، فاعمل ايه على طول؟ جنبيه محلول الايه؟ ال 3%. اوقف الاول المحلول اللي انا بديها الهايبوتونيك فلود اللي انا بديه، وادي ايه؟ وادي ال 3% هايبرتونيك سلاين كان اكيوتلي انكريز ذا سيرم صوديوم اند ريفيرز السيريبرال اديما. ادي خطة علاج الهايبرناتريميك ديهايدريشن، مهمة جدا. اعالج ازاي هايبرناتريميك ديهايدريشن؟ طب هو كان جاي في هايبو بيرفيوجن وانترافاسكولار فوليوم ديجليشن، اعمل له ايه؟ اريستور الانترافاسكولار فوليوم، دي رقم واحد. عن طريق مين؟ محلول نوعه ايه؟ نورمال سلاين بجرعة كام؟ 20 مللي بير كي جي اوفر 20 مينت كشوك ثيرابي، وتريبيت انتل الانترافاسكولار فوليوم يرجع من تاني في الكابيلري فيل تايم كويس، البالس بتاعه كويس بدل ما كان ويك ابسنت او 3 دي بالس بقى ده يرجع ايه فوليوم كويس تضرب تحت ايدي. ممكن تبقى تاكي كارديك بس فوليوم كويس. ديترماين التايم فور كوركشن اون ذا بيز اوف انيشال صوديوم كونسنت، سحبت صوديوم ولقيته ايه؟ لقيته ما بين 145 ل 157، يبقى ده يتعالج في خلال 24 ساعه كوركشن. لو 100 لو الليفل بتاعه واقع ما بين ال 158 لل 170 مللي كوفلنت بير ليتر، يبقى ده ايه؟ 48. لو من 171 ل 183 يبقى 72 ساعه. لو من 184 ل 196 يبقى ايه؟ يتعالج في 48 ساعه، في 84 ساعه. الشاهد ايه في الموضوع؟ عندك ال 145 لو ضفنا عليها 12 تبقى 157، يبقى يتعالج في 24 ساعه. فال 108 بعد ال 158 ضفنا عليها 12 تبقى 170، يبقى ده ايه؟ ده المودريت اللي اتعالج في ايه؟ في يومين. طب لو التالت بقى لو 171 لغايه 183 زودت عليها 12 يعني يتعالج في خلال 72 ساعة 3 أيام. لو 184 ل 196 مللي بير مللي كوب بير لتر، يبقى إيه؟ خلال 84 ساعة. تمام؟ طيب نوع الفلويد اللي هدي إيه في الهايبرناتريميا؟ قال لك والله التيبيكال فلويد يبقى ديكستروز 5% زائد الهاف نورمال سلاين. تمام؟ ديكستروز 5% هاف نورمال سلاين، أعمله إزاي؟ أجيب محلول جلوكوز 10% ومحلول سلاين 9 في 9 من 10%، أخد نص 250 سم من هنا على 250 سم ايه جلوكوز 10%، عملت محلول الايه الديكستروز 5 هاف نورمال سلاين. تمام؟ ده التيبيكال فلويد اللي انا هديه، اضيف عليه بوتاسيوم ولا ما اضيفش؟ لما يطلع معاك البوتاسيوم نبقى نضيف. التيبيكال ريت بتاعه بحسب على قد ايه كميه الفلويد، قال لك من 1.25 ل 1.5 المينتنس التايمز مينتنس، قد المينتنس مره وربع لغايه مره ونص، يبقى الرينج بتاعنا من 1.25 ل 1.5. تمام؟ طيب فولو سيرم صوديوم كونسنتريشن كل 6 ساعات. ليه؟ لان لو بينزل تو رابيدلي يبقى اخلي ايه؟ بينزل تو رابيدلي يبقى اخلي اقلل كميه الايه؟ لو انا حاسب على 1.5 لا احسب على 1.4 1.3 وهكذا، او اقلل الايه؟ يعني المفروض ان انا اقلل انقص اقلل الريت اوف انفيوجن، او اقلل
الكونسنتريشن بتاع الصوديوم في الاي في فلويد. ادجاست فلويد اون بيز اوف كلينيكال ستيتس بتاع العيان اند سيرم صوديوم كونسنتريشن. يعني في ساينز اوف فوليوم اوفرلود، لو في فوليوم، اسف، فوليوم ديبليشن، تمام، اوقف واعمل ودي نورمال سلاين 20 مللي بير كي جي. صوديوم ديكريز تو رابيدلي، بينزل بسرعه، اعمل ايه؟ يزود الكونسنتريشن بتاع انكريز صوديوم كونسنتريشن اوف ذا اي في فلويد، تمام، عشان ايه؟ عشان ما ينزلش بسرعه ويعمل لي برين اديما، او ان انا اقلل الريت اوف اي في فلويد، اقلل الريت اوف اي في ايه فلويد، تمام. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه صوديوم ديكريز تو سلو، اللي بيقل ببطء شديد، تمام، اعمل ايه؟ يا اما ديكريز الصوديوم كونسنتريشن في الاي في فلويد، او ان انا ازود الريت بتاع المحاليل، تمام. طيب وطبعا اي لوسز بتحصل اثناء العمليه الريبليسمنت دي لازم اعوضها، يبقى ريبليس الاون جوينج لوسز از ذي اوكير. كم معلومه تاني كده اهو، ذا انيشال ريسسيتيشن اوف هايبر ناتريميك ديهايدريشن ماله ريكواير ريستوريشن اوف ذا انتر فاسكولار ايه فوليوم ويز نورمال سلاين، بس ما تديش لاكتيتد رينجر لو عندك. ليه؟ شودنت بي يوزد بيكوز ات از مور هايبوتونيك ذان النورمال سلاين اند مي كوز تو رابيد ديكريز ان ذا سيرم صوديوم especially if multiple fluid poluses are necessary. خلاص كده. طيب بوكس تاني، to avoid cerebral edema during correction of hypernatremic dehydration، قال لك الفلويد ديفيسيت لازم يتعوض slowly، عشان كده معاك من 24 ساعه 48 ساعه. ايه the rate of correction depend على ال initial sodium concentration. احنا قلنا ال initial sodium concentration لو معايا اعرف احسب الريت واعرف احسب الفلويد وكل حاجه. طب لو انا معيش ولسه دلوقتي شايف العيان، يبقى بيقول لك ايه؟ ال 5% اكسسوس 5% يتضاف على النورمال سلاين، دي الخلطه، از يوجوال ان ايه ابروبريت ستارتنج سوليوشن فور كوركشن اوف ايه؟ ا بيشنت ويز هايبر ناتريميك ديهايدريشن. خلاص كده؟ بعد ما معايا الصوديوم ليفل اقدر ان انا اعدل في المحاليل عادي. ذا تشايلد ويز سنترال دايابيتس انسيبيدس، طب علاج السنترال دايابيتس انسيبيدس ايه بقى؟ ان انا اديله اي دي اتش فازوبريسن، يريسيف فازوبريسن، ولو خد الديزوبريسن اسيتيت ايه اللي يحصل؟ احاول اقلل بقدر الامكان الووتر انتيك، يبقى بيكوز ذس تريتمنت ريديوسز الرينال اكسكريشن اوف ووتر، وبالتالي اكسسيف انتيك اوف ووتر ماست بي افويدد. هو كده كده لو رجعنا له الانترا فاسكولار فوليوم بتاعه وفي ميه موجوده كتيره في البلاد فوليوم في البلاد فيزل، كده كده السيرست هيقف يعني. المهم يعني لازم يكون في ايه؟ ليميتيشن للايه؟ للووتر انتيك مع التريتمنت. تو بريفنت ايه بقى؟ انا هو هياخد ميه، ده هايبوتونيك، تمام؟ والاي دي اتش ولا الديزموبريسن اسيت هيرجع ميه من الكدني، فدول هايبوتونيك على الهايبر ناتريميا، كانك بتعمل اوفر كوركشن او اوفر رابيد كوركشن للهايبر ناتريميا، يدخله في هايبو ناتريميا. لا عاش والله. تمام؟ طب ان كيس اوف نيفروجينيك دايابيتس، الواحد اللي عنده نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس بقى، مشكله ان الاي دي اتش مش شغال على الكدني فبيحصل بوليوريا. قال لك ايه؟ طالما كده يبقى لازم الدنيا فوق تكون شغاله. يعني ايه شغاله؟ يعني ياخد ببقه كتير. مينتنس اوف اديكويت فلويد انتيك، وان انا اضمن للطفل ده انه يكون في اكسس تو فري ووتر كل ما يحتاج ياخد. مينيمايزنج ذا يورين اوت بوت بايه؟ باي ليميتنج ذا سوليوت لود، اقلل الاملاح اللي متاخده مع الايه؟ مع الميه ومع الاكل، تمام؟ زي اللو اوزمولر لو صوديوم دايت، تمام؟ فور انفانت الهيومن ميلك، او يعني الهيومن ميلك فيه سوليوت قليل يعني لو اوزمولار لو صوديوم، انما في فورمولا هي لو سوليوت فورمولا، تمام، لو سوليوت فورمولا زي مين؟ زي السيميلاك بي ام 60 اوفر ايه 40، تمام، دي البريفيرد في الهايبر ناتريمي. طب ادمنسترنج بتاعت النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس يعني. طيب ادمنسترنج الميديكيشن دايركتد ات ديكريزنج اليورين اوت بوت، بيدوا ايه؟ تلاقي عيان نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس ومعاه بوليوريا وحاطينه على سايزايد، تمام. طب ما دي دايوريتك، احنا مش عايزين الدايوريتك افكت بتاعها على دوز 2 ل 3 مللي جرام بير كي جي بير دي اوف هيدروكلور سايزايد، ماله؟ افكتفلي انديوس صوديوم لوس اند ايه؟ اند ستيمولييت بروكسيمال تيوبولار ري ابزوربشن اوف ووتر، برغم ان هي دايوريتك ولكن ده بارادوكسيكال افكت اوف دايوريسيس او بارادوكسيكال افكت، تمام؟ يعني هو المفروض تشتغل دايوريتك، لا دي هي بالعكس عملت ري ابزوربشن، يبقى ده انت دايوريتك اصلا. خلاص ده بيحصل مع السايزايد لان هو كاركترستيك ليه للسايزايد. بيشنت ويست سكندري نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس منهم مي نوت ريكواير، مش هيستفادوا من العلاج، ولكن نحسن لهم الايه؟ الالكترولايت ديستربنس بتاع الهايبوكاليميا هايبر كالسيميا، وزائد ان احنا ايه؟ شود هاف اكسس تو فري ووتر. الجماعه دول لازم يكون فري ووتر موجود معاهم.
بريفنشن اوف ريكارنت دي هايدريشن، بريفنشن اوف ريكارنت دي هايدريشن والهايبرناتريميا، ده بيحمي الطفل بعد كده هو من النيورو ديفلوبمنتال اوت كام، يحسن النيورو ديفلوبمنتال اوت كام. خلاص كده اخر معلومتين كده نحطهم في بالنا، انا ايه الاوبجكتيفز بتاعت المانجنج الهايبرناتريميا؟ ان انا ايدنتيفاي الاندرلاين كوز وعالجه، لو عرفت ليميتنج فيرزر ووتر لوس اقلل الفقد اللي بعد كده، ريبليس الووتر ديفيسيت اصلح الديفيسيت اللي حاصل، وايفاليويشن اوف فوليوم ستيتس وعلى حسب هايبو هايبر ايوفوليميا احط العيان دلوقتي في الايه الكاتيجوري بتاعته عشان اعرف اوصل لايه للتشخيص واحط الثيرابيوتيك بلان. ان اديشن الانجوينج لوسز لازم يتعوض، ثرو انسنسبل لوسز دايريا بوليوريا ماست بي تيكن ان اكونت، لازم يتعوض. لما تكون الهايبر ناتريميا از اكومبانيد باي ديبليشن اوف اكسترا سيلر فوليوم ريستورينج ذيس سبيس بالايزوتونيك سلاين ب 20 مللي بير كيجي زي ما قلنا. التريتمنت اوف هايبر ناتريميا ريكواير كوشس لورينج اوف سيرم صوديوم، دي مهمه قلناها، نقلله بمقدار قد ايه؟ باي نو مور ذان، مش اكتر من نص مللي ايكوفيلنت لكل لتر لكل ساعه، او 10 مللي ايكوفيلنت في الايه في اليوم. تمام. طيب ان ستيت اوف هايبر ناتريميا فلويد شيفت اوت اوف برين سيلز to establish osmotic equilibrium leading to cellular shrinkage، يبقى نخليها في بالي to rapid of a correction of serum sodium، يعمل ايه؟ يدخل الطفل في hyponatremia، والhyponatremia اسف hyponatremia تدخله في brain edema with potential complication زي الconvulsion، يحصل cerebral herniation بعد كده and death. فنخلي بالنا بالله عليكم. تمام، شكرا جزيلا.